في الحاجه بتاعتنا. عندنا الجبنه بتاعت العبور لاند زي ما انت شايفه، واللبن بتاعه كله منتجاته. عندنا الجبنه بتاعهم الفيتا، وادي او الجبنه بتاعهم البسترما بالظبط، وهنعملها سبايسي طبعا، دي هنعملها سبايسي شويه. عندك كمان بالبسترما، يعني في رومي وفي فيتا وفي بالبسترما. احتاري واختاري في الاطعمه واستعمليها في الباتيه. العجينه يا حسني ويا هشام بتاعه الباتيه سهله جدا. عندي كوبايتين ونص من الدقيق زي ما انت شايف كده، نص معلقه سكر، نص معلقه سكر، نص معلقه ملح زي ما انت شايف كده، واروح حاطط عليها كمان ايه؟ معلقه زبده كده اهو، وايه تاني يا لميس؟ واحد بيضه، وادي واحد البيضه. عندي معلقه عصير ليمون ونص كميه الدقيق ميه، واعمل حساب يا لميس ان البيض من نفس السائل اقلل كمان الميه عنها. احط الكلام ده كله يا حسني في العجان وهعجنه. التكنيك بتاع العجينه دي مش هتتبرنط زي الكرواسان والباف باستري. مفتوح. النقطة التكنيك بتاعها مش هتبنطيه، يعني ايه؟ تحط الزبدة جواها وتقعدي يعني ايه مفتوحة يا شيف؟ يعني طرية. طرية، تبقى عجينة طرية. بالظبط. الخليط بتاعي زي ما انت شايفة كده قدامك اهو، يعمل خليط رملي، ترامبل. ليه؟ انا مديله مع اديله واحد بيضة ومعلقتين الزبدة. عندك بقى حبة بركة سمسم، عندك زعتر، عندك روزماري، تسيبها سادة. بعد ما تشكليها لمعيها بالبيض ودخلها الفرن على درجة حرارة 180. النقطة المهمة قبل الفطار بكام يا عم حسن؟ ب 10 دقايق. أسويها قبل الفطار ب 10 دقايق. تطلع سخنة وتستمتعي بالطعم. فريش وسخنة. بالظبط. بص بقى خليط رمل. أكونت حمزة حبيب تيتا بتقول ألف مبروك للدكتور محمد السيد عبد الفتاح ابني لحصوله على درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في القلب والأوعية الدموية والقسطرة، وعقبال ما تشوفي يوسف يا رب. الله يخليكي يا رب. طبعا هي بتسلم عليك يا شيف كتير. الف الف مبروك يا هاني، وبتبارك لابنها. الف الف مبروك، ان شاء الله تشوفيه من اعلى الناس ان شاء الله يا رب. كل سنه وانت طيب يا هاني. تعالى بص العجينه بدات تقفل اهو، واحده واحده على طول. نص كميه دي ميه، ما خدتش وقت. ما تاخدش وقت وهتستريح نص ساعه. بص التركه بقى اهو ماشي معاك اهو. انا بحط ليه شويه من عصير الليمون وشويه من السكر. ليه؟ عشان السكر يخليها تلون في الفرن، وفي نفس الوقت عصير الليمون يمنع رطوبه اهو. نص كيلو دقيق، كوبايتين ونص، خمسه ملح، سكر، عصير ليمون، زبده، بيض واحد بيضه، نص كميه الدقيق ميه، بس اعملي حساب البيضه اللي انت تفضيها. دي العجينه. الحشوات بقى احتاري واختاري. جبنه فيتا، زيتون، زي ما انت عارفه بالبسترما، بالرومي، بالشيدر، عندهم حاجات كتير. عبور لاند عندها حاجات كتير. بالفلفل، احتاري واختاري. التركه المهمه في العجينه دي بعد ما استريحت كده يا لميس، علي عليها الايه؟ العجن. اخدميها. اخدميها، وانا بخدمها كده اروح مديها رش دقيق. يا جماله كل التفاصيل قدام. اهم حاجه اريحها بقى. ليه؟ لو انا ما ريحتهاش هتكش مني يا لميس. بتروح خالص. ما هو الهزه جايه لغايه هنا. حاسه انا قلت زلزال ولا خدمتها خلاص. الحمد لله على سلامتها. طيب انت شايف كده عجينتنا اهو قدامك. اهم حاجه بقى تغطيها وتسيبيها ايه؟ تستوي. لا تستريح مش تستوي. انا عارفه بعض. ماشي. بصي كده، احط شويه دي كده يا حسني واحطها عليه، وبكيس البلاستيك ده اغطيها. تمام. اتحلي انت ما اكلتيش وقلتي لي باكل. معلش اصل برضه شدني الحلو الصراحه. والله هو ده بالمعلقه ولا بالشوكو؟ ده في كيك او حاجه؟ لا كلي ده كريم. يعني كريم ينفع كريم. بالايه؟ كريم كريم. يلا كده يا خالتي شيل المكنه. عملت عجينه جوه؟ لا تهدي هنا، شكلها ملبسه. الله الله، ريحة برتقان قوية جدا. ده ايسانس يا شيف ولا هو برتقان؟ ده برتقان بلدي، استعملي البلدي. وعايزة بقى كمان تدلعي يا لميس الولاد وضيوفك. الله. بصي بقى
ناعمه قوي. ناعمه بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. ناعمه وساقعه. بص يا لميس، عايزه بقى تدلعي الولاد وضيوفك في رمضان، تجيب البرتقال ايه يا حسني؟ ابو دمه. البرتقال ابو دمه، من جوه بدمه ومن بره بدمه دلوقتي، شفتيه؟ احنا لو قلنا لاي حد في اي بلد برتقال ابو دمه ده هيتخضوا مننا. لا ده ما بتتقالش الا في مصر دي. ده لا الجديد بقى، برتقال ابو دمه بره احمر وجوه احمر. الجديد؟ جديد اه. ده الجيل الجديد من البرتقال؟ والله ما بهرج. وطعمه احلى؟ ما حصلش. ايه ده، هتخليني ادوق. برتقال ابو دمه من بره احمر ومن جوه احمر. حاضر اجيب. هتشوفيه. ماشي. ده حلو في الطرط، في الحلو، في كله؟ ما حصلش. طيب. تيستو ما حصلش. ماشي. وكمان ده انا لسه امبارح كنت بفكر اعمل كيكه برتقال والله. اعملي بقى بالبرتقال ده او ببرتقال الاحمر. بتغيري معاه. ماشي. على العجينه هتسرح نص ساعه لميس، تعالى على ما تسرح نص ساعه اجيب الدبابيس بتاعتي وابدا ايه اتبلها. بتجهز اكله زي دي قد ايه كميه جبنه يا شيخ؟ اللي دي